تحت رعاية رئيس الجمهورية اختتمت النسخة 27 من مسابقة الأوقاف الدولية 27 للقرآن الكريم. نعم. وقد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المتسابقين المصريين حققوا تفوقا كاسحا في جميع الفروع التي اشتركوا فيها في المسابقة، وأن هذا الفوز الكبير يبشر بجيل واعد من القراء. بين حالة المنافسة والترقب لأكثر من 85 متنافسا في مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم والتي تأتي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مصر تحتل المراكز الأولى في ختام النسخة 27 من المسابقة. الفائزون بالمراكز المتقدمة أثنوا على انعقاد المسابقة سنويا ودور مصر الريادي في إعداد جيل جديد من القراء. الوزارة تبذل قصارى جهدها عشان تطلع النماذج المتفوقة، والحمد لله يعني ربنا كلل النجاح والمجهود بتاع الوزارة، والحمد لله أخذنا المركز الأولى، حصدنا المركز الأولى. الحمد لله فزت بالمركز الأول. عايز أقول لكل الناس إنها تحفظ القرآن عشان القرآن نور وهداية لكل الناس. هذا يدل على مدى الفخار والشرف والعزة لمصر ولأهل مصر، لأنهم أهل القرآن وأهل الأزهر. القائمون على تنظيم المسابقة أكدوا على ما تمتعت به من جاهزية وشفافية في التحكيم ومدى الاهتمام الذي توليه مصر في العالم الإسلامي بالقرآن الكريم. هذه المشاركة الدولية من 63 دولة ب85 متسابقا ومحكمين دوليين ومحليين على رأسهم شيخ عموم المصرية وإمام الحرم، هذا رسالة بما وصلت إليه هذه المسابقة من مستوى كما قال كثير من المتسابقين جعلت، وكما ذكرتم سابقا، جعلت حلما لكل المتسابقين. مشاركة حقيقية من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة المصرية، سواء المؤسسة التشريعية أو المؤسسة التنفيذية، ده رسالة، ومصر قادرة دائما على أن تنظم مثل هذه المسابقات. دعم لمسابقات القرآن الكريم توليه الأوقاف خلال الفترة الحالية استمرارا لمسيرة الحفظ والحافظين لكتاب الله عز وجل. بإعلان أسماء الفائزين في مسابقة ليس فيها خاسر، يصدر الستار عن النسخة 27 من مسابقة الأوقاف الدولية لحفظ وتجويد وفهم مقاصد القرآن الكريم، ليبقى الاحتفاء بالفائزين في ليلة القدر من خلال السيد رئيس الجمهورية استمرارا لعطاء مصر في خدمة كتاب الله عز وجل. وليد هيكل، التلفزيون المصري.